ورجعنا تاني من بعد الفاصل نكمل باقي فقرات آخر اليوم. ودلوقتي معانا فقرة جماهيرية بالدرجة الأولى، والكل مواطن محتاج أنه يشتري شقة أو وحدة عقارية أو تجارية بالتقسيط والتمويل العقاري. هينورنا الأستاذ أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، وهي أكبر شركات التمويل العقاري الموجودة بالسوق المصري، قدرت تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة بالسوق. اسم الشركة الأولى، قدرت إن هي تحجز مكانة كبيرة جدا وتمتلك أكبر حصة بقطاع التمويل العقاري. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا بك. بالبداية عايزة أعرف، جت الاسم الأولى منين؟ هي الأولى كانت الأول صفتها بحكم إن هي أول شركة أنشئت في مصر في مجال التمويل العقاري، ابتدت تشغيل فبراير 2004، ودي كانت أول شركة في السوق المصري. والحمد لله دلوقتي الأولى انطبقت بقى على حاجتين كمان، أكبر حجم محفظة مديونية عملاء، وأكبر عدد عملاء تم تمويلهم من خلال شركات تمويل عقاري. ما شاء الله. تقريبا العدد كام؟ تخطينا 38,000 عميل. ما شاء الله، لا ده رقم كبير، ده أنت تستحقوا الأولى. طيب عشان الستات، حضرتك عارف احنا قناة مرأة، في ستات كتير بتتفرج علينا النهاردة، انا عايزة برضو اسألك حاجات كده بس عشان يمكن ستات كتير ما تعرفهاش. يعني ايه تمويل عقاري؟ هل في شروط لي؟ يعني انا لما اجي اخد وحدة هل في شروط؟ ممكن حد يقول لي لا دي تنفع ودي لا. احنا عندنا شرط يخص الوحدة العقارية وشرط يخص العميل. الشرط اللي يخص الوحدة العقارية انها تكون قانونا سليمة وما فيهاش مخالفات مباني. اي وحده عقاريه في جمهوريه مصر العربيه ينطبق عليها الشرطين دول احنا نقدر نمولها. الشروط لو اترفضت مثلا الحاجات المخالفه، يعني زي مثلا مخالفه في المباني او في الارض نفسها، اي مخالفه قبل فيها التصالح، قبل مش لازم يكون تم، قبل فيها التصالح نقدر نشتغل عليها. ليه؟ احنا بنقول المخالفه ممكن تكون حاجه طفيفه جدا، وممكن تكون حاجة تشكل خطر على حياة المستثمر أو مشتري العقار. فإحنا بنستنى لغاية ما يقبل التصالح. مجرد قبوله معناه إيه؟ إن المخالفة مش ضارة بسلامة العقار. أوكي. فأقدر أمول. طيب أكتر شريحة بتركزوا عليها، هل في شريحة محددة؟ طبعا إحنا الشركة، المساهمين في الشركة 13 جهة، منهم 10 جهات حكومية. أكبر مساهم فيها هي هيئة المجتمعات العمرانية. الشركة أنشئت بغرض تمويل وحدات للعملاء محدود الدخل. ابتداء من 2005 لغاية 2010 كنا بنمول عملاء مشروع قومي، وبعد كده حاليا احنا بنمول عملاء الإسكان الاجتماعي. أيوه. متوسط ومحدود الدخل. أنا عارفة أنه الشركة الأولى يعني من أكتر الشركات اللي بتهتم أكتر بالإسكان الاجتماعي. طبعا. قد ايه تقريبا نسبه التمويل اللي حصل في الاسكان الاجتماعي كعدد تحديدا؟ احنا بنتكلم في حوالي 80% من عدد العملاء اللي تم تمويلهم من الشركه عملاء محدودي دخل ومتوسطي الدخل. اوكي. لان هو ده الهدف الاساسي بتاع الشركه. يعني حتى احنا لما بنعمل دلوقتي مخطط للعام الجديد او موازنه للعام الجديد، دايما بنقول ايه؟ احنا الاسكان الاجتماعي والاسكان محدودي ومتوسطي الدخل ده الطبيعي بتاع الشركه، ده مش من المخطط. أوكي. مخطط ما هو خارج هذا النطاق. اي كم هيجيلي من الاسكان الاجتماعي او المتوسط بنشتغله بدون حد اقصى. فاحنا بالتبعيه بقينا اكبر شركه مموله في القطاع ده من يوم ما انشات التمويل العقاري. طيب برضه عايزه اعرف، التمويل بالنسبه للشقق السكنيه هل يختلف عن تمويل شقه او شاليه او حاجه فهمني يعني كمصيف؟ لا، مفيش اي اختلاف. ولا وحدات تجاريه؟ يعني مفيش اي اختلاف. احنا بس في بعض الشركات بتيجي في الوحدات المصيفيه بتقلل نسبه التمويل، يعني بيبقى العميل بيدفع مقدم اكبر. يعني احنا في التمويل السكني في المحدود الدخل بنبقى ممكن العميل يدفع 10% واحنا 90. في المصيفيه ممكن نقول لا 30 للعميل و70 احنا، علشان التغير في سعر الوحدات الساحليه دايما متذبذب، بيطلع يعني بيقل بيثابت او بيرتفع حسب ايه المشروع اللي جنبه بيفتح، فهيرفع السعر او هيأثر على السعر سلبا وايجابا. يعني ففي الوحدات المصرفيه عشان هي مش السكن الاساسي للعميل بنبقى شويه متحفظين وبنقلل نسبه التمويل.
ولكن وبرضه بترجع للعميل نفسه. يعني لو العميل بنقول ان هو قادر على سداد الاقساط مش بتسبب بالنسبه له عبء كبير، ممكن نزود النسبه دي بتوصل ل 80%. طيب. لكن في الاسكان العادي بنوصل لغايه 90% حسب نص القانون. طيب، طب بالنسبه للوحدات التجاريه ك لغايه 80% برضه مفيش فيها مشكله، من مول لغايه 80% من قيمه الوحده. طيب. والعميل بيدفع 20% مقدم. طيب اجي لك دلوقتي كده من الاول، اتفضلي. انا حد عايز اشتري شقه، تمام، انا عايز اعرف الخطوات تدريجيا. احنا عندنا مسارين. المسار الاولاني ان حضرتك شفتي شقه وعجبتك وعايزه تيجي تشوفي احنا نقدر نمولها ولا لا، فساعتها بطلب منك ورق الشقه او صوره من ورق الشقه عشان اتاكد منها بالسعر. بالسعر طبعا، وبننزل برضو مقيم يقيم السعر ونتاكد من السعر الموجود، وفي المقابل برضو بنطلب من حضرتك ما يثبت دخلك. لان احنا القانون حدد ان القسط التمويل العقاري لا يزيد عن 50% من دخلك. القسط لا يزيد عن 50% من دخلك. ايوه، يعني ما لو خدت اكتر من كده هتتعصر حياتك. ايوه، عشان ما تجيش على ايوه اوكي كده. دول خطوتين ثالثه، هم دول الاساسيين. دي طريقه. في طريقه تانية، حضرتك لسه ما دورتيش على شقه بس عايزه تعرفي انت ممكن تاخدي تمويل لغايه كام. فحضرتك بتيجي باوراق الدخل بتاعتك، بندرسك ونقول لك والله انت ينفع تاخدي 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، مليون جنيه، ايا كان الرقم. فيبقى حضرتك عارفه المقدم اللي معاكي قد ايه وهتاخدي تمويل قد ايه، فيبقى انت بتدوري في حدود هذا المبلغ على وحده سكنيه. أوكي. او تجاريه او اداريه. طيب دلوقتي في مشكله كبيره في انه شركات كتير بتطالب تمويل الوحدات تحت الانشاء. لا، احنا انا اكتر واحد بيطالب بالموضوع ده. في مشكله، ايه المشكله؟ عايزه اعرف المشكله ايه وليه دايما بيترفض الطلب ده، وليه بيحصل ده؟ لا، هو مش بيترفض. انا هقول لحضرتك، احنا تمويل تحت الانشاء، هقول لحضرتك برضو دور الشركات التمويل العقاري. احنا بنمول العميل وبعدين نرجع نقترض بقيمه التمويل ده من البنوك علشان نمول عميل غيره. تمام. من سنه 2007 البنك المركزي اصدر قرار بعدم تمويل وحدات تحت الانشاء من خلال البنوك، او حتى البنوك ما تمولش وحدات تمويل عقاري مموله من الشركات تحت الانشاء. ليه؟ علشان ما يحصلش حاجه اسمها بنسميها دبل فاينانس او تمويل مزدوج. لان اغلب المشاريع بتاخد تمويل مشروع من البنوك، والعملاء بتاخد تمويل على وحدات ضمن هذا المشروع. أوكي. فيحصل تمويل مزدوج. هو ده صعب حدوثه. يعني احنا بنطالب ان احنا نعيد النظر في هذه الفكره، لان صعب حدوثه. ليه؟ لانه المطور اللي بيقترض من البنوك تحت الانشاء بيقترض بضمان شيكات عملاء. ايوه، يعني العميل مشتري منه بشيكات. طيب. وبيجي عندي في التمويل العقاري برضو بيكتب لي شيكات اقساط. مستحيل في عميل هيكتب الشيكات مرتين. صح. على نفس الوحده. صح. يبقى لو هو كتب لي شيكات مستحيل يبقى شيكاته في البنك، مستحيل يحصل على الوحده دي تمويل مزدوج. طيب هسالك سؤال كده، معلش، احنا ستات برضو، يعني انا برضو لما باجي عايز اشتري شقه لازم اسال الاسئله دي. اتفضلي. فانا بسال حضرتك بلسان كل الستات، اتفضلي. ايه اللي يميز ليه انا اجي الشركه الاولى اشتري او اطلب من حضراتكم ان انتوا تمولوا لي العقار ده وما اروحش البنك؟ الشركات دايما اكثر تخصصا في مجال التمويل العقاري. وبعدين احنا عندنا منتجات مش كل البنوك بتقدر تشتغلها. يعني احنا عندنا 6 منتجات اساسيه. منتج الاول اللي هو كان صدر مع صدور القانون في سنه 2001، هو منتج عقد ثلاثي الاطراف، يعني في بايع وفي مشتري وفي ممول. وبعدين بعد كده تم اضافه 5 منتجات جديده اغلب البنوك ما تقدرش تشتغلها. اللي هي بتعتمد على ان الممول بيشتري الوحده باسمه، ويا اما يعيد بيعها يا اما اجرها معاقد بالبيع في نهايه المده، يا اما يفضل مشارك فيها. الخمس منتجات دول البنوك ما بتقدرش تشتغلهم لان البنوك ما عندهاش حق تملك وحدات عقاريه بغرض البيع. فدي مش موجوده في اغلب البنوك. طيب الفتره اللي فاتت طبعا مع تفاوت الاسعار والحاجات اللي حصلت طبعا مع الدولار والازمه اللي حصلت، والحمد لله ان هي عدت على خير، في ناس كتير اتاثرت او شركات كتير اتاثرت بالتقسيط على المدى الطويل. هل انتوا كشركات تمويل عانيتوا من ده؟ وهل ممكن يحصل معاكم؟ احنا دي شغلتنا، احنا دي تخصصنا، فاحنا درسناها كويس جدا وعارفين نقدر ناخد ايه امتى من بنك ايه المده قد ايه. ونقدر دايما بيبقى الموضوع مدروس. انا مولت 10 سنين يبقى لازم يكون التمويل في المقابل اللي انا واخده من البنك 10 سنين، فما عنديش المشكله دي او ما ظهرش عندي المشكله دي. لكن ظهر عندنا مشكله اخرى، مشكله ارتفاع اسعار الفايده. ايوه، مش ارتفاع اسعار الفايده بتزود العبء على العميل بشكل كبير جدا.
احنا في خلال السنتين اللي فاتوا من اول 22 الى يومنا هذا زادت الفايده تقريبا 19%. كانت في الاول 8 بقت النهارده بنتكلم في 27.4. الزياده اللي حصلت دي اثرت بشكل كبير جدا على العملاء. طيب معلش انا اتفضل. بمعنى ايه؟ كل 1% زياده بيزود التكلفه على العميل بتقريبا 10% من قيمه القرض اللي خده. يعني ايه؟ حضرتك خدت 100,000 ب 10% وبعدين ال 10% بقت 11، القسط بتاعك او مجموع الاقساط بتاعتك هيزود 10,000 جنيه زياده. فاحنا تخيلي بقى زادنا 19%، يعني 190% من قيمه القرض زادت كتكلفه. طب بس معلش، هو انا كعميل لو جيت اشتريت انا مش مثبته سعر؟ لا، احنا التمويل العقاري ده غالبا بنشتغل بسعر فايده متغير. طب ده بيبقى موجود بالكونترا او طبعا في الكونتراكت طبعا موجود، وموجود في العقد بشكل واضح، مرتبط بالسعر اقراض الخصم او الايداع او اي اندكس من الموجودين في صادرين من البنك المركزي، فمجرد تغييره بيتغير. وهو ايجابا وسلبا بالمناسبه. يعني ايه؟ ممكن يقل؟ يمكن يقل، فهيقل برضه. حصلت؟ كتير بجد؟ طبعا. أوكي. احنا 2016 برضه ارتفعنا حوالي 11% ورجعوا نزلت 12%. فنزلت للعميل، يعني بيحصل ارتفاع وانخفاض بشكل دوري يعني. بس دي حاجه، يعني دي حاجه ممكن تعتبر من التحديات اللي بتواجه. اكيد تحديات كبيره. بس هقول لحضرتك حاجه، احنا على مدار التمويل العقاري كله لغايه 2016، من 2004 لغايه 2016 تقريبا كان سعر العائد ثابت يزيد 1% يقل 1%، فكان فرنج مقبول. هي بس مع التعويم في 2016 وبعدين مع احداث كورونا برضو حصل تخفيض، وبعدين رجع بعد كده زاد تاني مع بداية الحرب الأوكرانية، فبدأت تزيد التكلفة علينا وعلى العميل. فهي صعودا ونزولا، يعني هي دايما، أنا من بحكم أن أنا بقالي 20 سنة في المجال ده، أنا عارف أن هي 3 سنين فوق 3 سنين تحت دايما. يعني بس احنا الحمد لله احنا دلوقتي في مرحلة ثبات. احنا دلوقتي أسعار العائد أعلى حاجة دلوقتي. أيوة بس احنا ثابت العائد. المفروض أن احنا الاتجاه الفترة اللي جاية إن شاء الله للنزول يعني. طيب الفترة اللي جاية هنشوف تشكيل جديد للحكومة. تمام. ايه اكتر ملف بتحب ان احنا كحكومة ان هم يركزوا عليه اكتر؟ ايه المتطلبات بتاع التمويل العقاري؟ الملف الوحيد اللي مصر كلها بتتكلم فيه الاقتصاد. احنا محتاجين جدا نتجه بقوة لتحسين الاقتصاد. واكتر ملف لازم ننظر له بعين يعني اعتبار بشكل قوي جدا هي الصناعة. صح. لازم نتجه للصناعة بشكل قوي، على الأقل يعني إذا ما كانش هتبقى الغرض منها إن إحنا نصدر، على الأقل نقلل تكلفة الاستيراد، وإن إحنا ننتج بعض المنتجات اللي بنستوردها فما نضطرش نشتريها من الخارج. هو ده لازم يكون الهدف نمرة 1 و2 و3 لغاية 10. بلس طبعا أو بالإضافة إلى إن إحنا لازم نتركز كمان على الزراعات اللي تحقق لنا الاكتفاء من بعض الأحاجات. يعني خليني اقول لحضرتك، احنا السنه دي الحمد لله تم اضافه اراضي زراعيه انتجت 1,000,000 طن قمح جديد. فاحنا بدل ما كنا بنستورد 10 بقينا هنستورد 9. طبعا لو قدرنا نعمل ده بشكل دوري لمده 5-6 سنين جايه، فاتوره الاستيراد من السلع الاساسيه اللي بتمثل خطوره على حياتنا هتقل، وهتخلينا في موقف اكتر امانا. ايوه. فهو ده اللي لازم نركز عليه، ده اللي لازم يكون الشغل الشاغل في الفترة اللي جاية من قبل الحكومة الجديدة إن شاء الله. طيب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على خطط جديدة للشركة، ولكن بلسان الستات البيوت. هل ممكن يبقى مع الأيام نحن نعمل قانون أو نحن نشتغل على خطة أصل ربات المنازل أو ستات البيوت من حقهم برضو أن هم يكون ليهم عقار؟ طبعا. ولكن هي ما بتشتغلش. بالظبط. يعني انا لنفترض انا ما بشتغلش ومن حقي ان انا عندي فلوس، هل في احنا شغالين على ده؟ هو في بعض المنتجات بس في فئتين محدوده ومتوسطه الدخل. الست صاحبه المعاش. أيوة. او اللي عندها دخل ثابت من معاش زوج، من معاش والد، من لو هي ما عندهاش ولكن ممكن عندها ورث، او هي اللي هتبقى فيها مشكله واحده هقول لحضرتك عليها. واحنا زي ما بنقول احنا بنحاول نرتقي بحياة البني آدم. أيوة. وننقله من بيت أقل إلى بيت أحسن. علشان يقدر يستقر فيه. لازم يكون عنده دخل علشان ما يبقاش القسط عبء عليه. صح. لأن لو القسط بقى عبء هتبقى عندها مشكلة كبيرة جدا، لأنها في الحالة دي مش هيبقى عندها بيت، وهيبقى دفعت فلوس ومش عارفة تاخدها في الوقت السريع اللي هي هتحتاجه فيه. صح. فيه.
بنقول لازم يبقى فيه دخل مثبت، وده نص القانون يعني، ده مش 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 من عندنا كشركات. صح، وانا بقول مش بس عشان تشتري عقار، لازم اي ست تشتغل ويبقى عندها دخل ويبقى ليها استقلاليه عموما كده. احنا قناه مرئه، انا مبسوطه جدا حضرتك شرفتنا ونورتنا. استاذ ايمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركه التعمير التمويل العقاري الاولى، نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله نتقابل تاني على خير. ان شاء الله. وصلنا لنهايه حلقه اخر اليوم، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. الى اللقاء.